مش بس كلام. اليوم من برنامجكم تبع الموجة واللي هي فقرة كوكب ليبيا العجيب. طبعا الحاجات اللي تصير في الكوكب ليبيا العجيبة هي على باقي الكواكب اللي احنا كواكب الجوار او الكواكب الثانية، هي دول مفروض احنا مدلينهم قلنا لهم كواكب. طبعا في حاجات تصير عندنا احنا في كوكب ليبيا العجيب، الله اعلم في معلومة نبي نعطيها لكم اللي هي في منها ولا ما فيش، لكن اكيد صغير حيفيدني بالموضوع هو الام الليبية. ايه الله يحفظها ان شاء الله، ربي يحفظها كيد يطول في اعمارهم كلهم. امتى في جي حد يخطبها؟ يخطب شنو يا راجل؟ انا بنعيط، انا بنروح، انا بعيط. يخطب انت الام الليبية، جي حد يخطب انت؟ تمام، جي يخطب. لكن عادي ام الليبية يخطبها لما تكون قادمة لتخطب. ايه ايه الام الليبية يعني يجي حد مثلا بيخطب بنت حاجه زي توا، يكون مثلا في منطقه ثانيه او نقولوا احنا في جهه ثانيه بعيده، حتى مثلا نقولوا مثلا هي بنتها من طرابلس وهي مثلا نقولوا من سابها مثلا. تمام، اللي مثلا احنا نقولوا من طرابلس جاي بيخطبها، احنا نقولوا مترون ورفله ومسجده وممكن خارج النطاق، هي تجي تقول لك لا انا ما بيش بنتي مثلا تمشي بعيد عليا. على عكس واحد يجي يقول لها مثلا نخطب بنتك لكن نبي نمشي معها نرفعها معي بريطانيا او كندا او امريكا، فهي هنا توافق وتقول لك ارفعني معكم. هل في منها العاده هي في كوكبنا هذه ولا ما فيش صغير؟ انا في قوة. ايه شو واضح فين؟ مش بس كلام.